هذه الامور تحب ان تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. بهذا الكم من الاهداف بهذا الفارق اصبح العودة بالنسبة للخصم امر صعب جدا اذا لم يكن مستحيل. لديه مساحة هنا، لعبة جميلة، تسديدة اجمل، والكرة تعانق الشباك. ما يحدث الان هو عبارة عن سحق للمنافس، الخصم لا شيء في هذه الدقة.